اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ الهندي، ولكن الكلام مش هيكون هندي، الطعم هيكون هندي بخفه دم مصريه. هتعمل لنا ايه شيف النهارده؟ معانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بصل او كوسه او بطاطس او فلفله ملونه، وهنعملها طاجن خضار مع اللحمه، ويخش بالعجينه كده متغلف وزي الفل، يطلع نقدمه على السفره بتاعتنا. معانا كمان الحلو النهارده هندي، البفاره كساري من المطبخ الهندي، يعني الزلابيه بالسميد. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لطيفه وجميله. بدل ما بنحط على السميد زبادي في البسبوسه المصريه من المطبخ المصري، بنحط عصير مانجا، ونشوف ازاي نعملها مع الزعفران، وبتاخد طعم الحبهان، بتبقى لطيفه وجميله. ممكن تاخد جوز الهند حسب الرغبه. معانا النهارده الطعميه الهندي اللي هي الباكوره. الطعميه احنا بنعملها في مصر زي ما حضراتكم عارفين واحنا خبراء فيها، بتتعمل من الفول المدشوش او من الحمص المتكسر من المطبخ الشامي. اخواننا في الهند بيعملوا الباكوره والطعميه بيعملوها من البطاطس المبشوره، ولكن ما يستغنوش طبعا عن الفول المدشوش الناعم او الحمص المدشوش الناعم، ده لازم يخش في الباكوره من المطبخ الهندي اللي هي الطعميه. هتتعمل بالبطاطس المبشوره مع الحمص المطحون، وتاخد طبعا بصل وتاخد كزبره ناشفه وتتحمر في قلب الزيت، بتقدم معاها صلصه لطيفه جميله من التمر الهندي المعصور اللي موجود معانا ده كده، اسمه تمر هندي، احنا كلنا بنشربه في رمضان الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، اهو ده تمر هندي. هناخده ازاي ونعمله صلصه لطيفه نقدمه مع الباكوره من المطبخ الهندي. خلينا نطلع فاصل لان النهارده المطبخ زحمه وفي تفاصيل كتير وفي الغاز كتير، علشان نوضح لحضراتكم المطابخ كلها واحد في انحاء العالم، دي من نعمه ربنا على الانسان، ولكن اللي بيفصلها تشكيله من التوابل، طريقه الاعداد، طريقه التنفيذ، خفه الدم المصريه اللي بيعمل اكل كل المطابخ ولكن بخفه دم وبطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هشوف دلوقتي مع حضراتكم مقادير الباكوره. الباكوره يعني الطعميه من المطبخ الهندي، مقاديرها على الشاشه. هنشتغل فيها ونشوف تفاصيلها وناخد يلا الباكوره. المخرج بيسالني فين الباكوره دي؟ الباكوره دي يعني البطاطس المبشوره اهي. اهي هخليها زي ما هي لغايه لما نشوف مقاديرها. وعصير مانجا ومانجا. المانجا هندي؟ اه مانجا هندي. ومعانا زعفران ومعانا بيكنج باودر ودقيق الحمص مطحون. حلو الكلام؟ وبصل طبعا مبشور وفصين من الثوم وبصل اخضر بتاعنا المصري اللطيف الجميل. وكزبره ناشفه مطحونه، نفس المقادير بتاعه الطعميه او الفلافل السوريه. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وهنقدم معاه صلصه التمر الهندي اللي هو التمر الهندي المنقوع مع الكزبره الخضراء. البطاطس هنا هنبشرها واحنا شغالين مع بعض. اه دي بطاطس مبشوره بدل الفول المدشوش. هتاخد حمص مطحون دلوقتي ونشوف نعملها ازاي، وانا حبيت ابشر البطاطس على الهواء. علي الولماذا برضو التركايه ايه هي؟ لا يا سلام عليك يا استاذه رحاب. البطاطس لما انا ابشرها على الهواء مباشره بستفيد بالنشويات اللي موجوده فيها، عشان النشويات دي هتلعب دور البطوله في التماسك وتكون هي اللي ماسكه الخليط كله مع بعضه. اما لو انا عملتها من قبل كده هتفقد النشويات اللي موجوده فيها. اه تلاحظوا ان انا بشرتها لون مختلف غير اللي كانت محطوطه في الميه، ولكن البطاطس مش عايزه لونها يتغير وبتسودش، حط عليها شويه ملح. هنحط الدقيق الحمص على البطاطس دي، حمص حلو الكلام. هنحط كمان يا عم الشيف شويه دقيق ذره، دي بقى الشيف المغاز الطعم. هنحط بيكنج باودر موجود معانا اهو، حلو. هنحط بصله مفرومه ناعم موجوده معانا اهي، دي الباكوره الطعميه الهندي. هنحط فص ثوم مفروم ناعم اهو، هنحط كزبره خضراء مفرومه بالسكينه ناعم اهو. لا مش هنحط شبت، احنا مش بنعمل خلطه محشي كرنب. حلو الكلام. هنحط كزبره ناشفه اهو. حاضر، انت اخراجيا مبدع يا شفيق، متالق. اما طهويا مصور. بيقول لي مش هنحط بتاع ده لا دي طعميه هندي بيحطوا لك كده شويه بهارات. هنحط الكاري بتاعنا يبقى فيها طعم الكاري. نحط شويه شطه عشان ما حدش ياكل منها. حلو،
ايه تاني يا عم الشيف؟ اوبا اوبا اوبا، معلقه سنه معلقه سكر صغيره كده، الملح بتاعنا. انا هعملها دلوقتي وعجنها واخليها على جنب كده لمده 10 دقايق علشان كله يتعرف على بعضه. حلو قوي. ونعجن العجينه دي يا عم الشيف، وسع كده عشان تبان لحضراتكم. هقول تاني انا عملت ايه بسريعا كده. بطاطس مبشوره، بطاطس مبشوره، ويفضل ان احنا نبشرها وقت ما نستخدمها على طول عشان نستفيد بالنشويات اللي فيها. ونحط على البطاطس المبشوره دي يا عم الشيف 4 معالق، يعني نص كيلو بطاطس ياخد 4 معالق دقيق الحمص المطحون الناعم، او اللي انت جرشاه في قلب الخلاط، او ان انت بليتي الحمص وبعدين كسرتيه، مفيش اي مشكله. ونحط بصله مبشوره او متقطعه بالسكينه ناعم، ونحط فص ثوم مفروم ناعم اهو زي ما انا شغال كده اهو، ونحط كزبره ناشفه، كزبره خضراء اهو، بهاراتنا كاري، ملح، فلفل. والسؤال اللي كان قبل ما نطلع الفاصل اتسالنا سؤال، ايه الفرق بين الكاري والكركم؟ ام احمد، ننتظر الاجابه من ام احمد. يا ام احمد ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين يا ام احمد. اكل بتعمله الجميل ده يا ام احمد. انا سالت سؤال، ايه الفرق بين الكاري والكركم؟ الكركم دي حاجه لوحدها، انما الكاري فيه كركم ومجموعه توابل. الله عليك ام احمد، شاطره. شكرا، بوجه لك تحيه كبيره يا ام احمد، اكيد شاطره في المطبخ يا ام احمد. طيب العجينه انا عجنتها طبعا، هي جاهزه كده للتحمير. ملاحظين عامله زي عجينه الفلافل السوريه، مش الطعميه بتاعتنا المصريه. الطعميه المصريه بتبقى طريه العجينه شويه وواخده لون خضار شويه، دي واخده اللون بس ازاي اهي الحمص اللي بتتعمل من الحمص اهو، الفلافل السوريه اهي. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنسيبها شويه وبعد كده نعملها بالشكل ده كده، وتتحمر في قلب الزيت، وتتحمر في زيت سخن ويتهدى شويه الزيت بعد ما نحطها اهي اهي. دي البكوره من المطبخ الهندي ولكن بخف الدم مصريه اهي. حلو الكلام. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف التركايه ازاي نقدم البكوره مع صلصه التمر الهندي المنقوع، وبعدين بتدخل له كزبره وتوم وعصير ليمون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي للباكوره اللي الشيف صدعنا فيها دي كده، لازم تتحط بالشكل ده كده اهو، شفتوا العجينه؟ وناخد بعضينا ونحمر في الزيت الطعميه الهندي. حلو الكلام. وانا بحمر بقى نتكلم عن تفاصيل الاكل الهندي، لان هنعمل حاجه اسمها البفارة الكساري اللي هو البسبوسه الهندي، اللي هي مكوناتها سميد ناعم وجوز الهند ولوز مطحون وسكر وعصير مانجا. انا بعمل طعميه سوري، دي طريقه للتحمير، هم بيحبوها بالشكل ده كده. طعميه هندي سوري، انا اسف، طعميه هند، هم بيحبوها بالشكل ده كده. احنا ممكن نعمل حاجه بقى حلوه، نعملها زي بتاعتنا كده اهي، شفتي؟ اهي. بس انا خلونا نعمل شويه كده احتراما للشعب الهندي، عشان يعني لما بعمل اكله من اي مطبخ في العالم لازم تاخد الشكل والبرزنتيشن بتاع البلد نفسها احتراما للشعب طبعا وللناس اللي هم اصحاب فكره عمل الاكله. اه 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 ما اكبسش جامد ليه؟ علشان انا عايز الزيت يخش جوه البطاطس. اه 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 حلو. اه دي الباكوره من المطبخ الهندي. هقول مكوناتها تاني، وانا عاجبني بالامانه مكوناتها لانها قيمه غذائيه عاليه جدا، سواء الحمص اللي موجود فيها وده منتج جيد جدا للبروتين النباتي الامن، سواء البطاطس كربوهيدرات ونشويات مهمه جدا، والنشويات اللي موجوده في البطاطس بتمتص السموم اللي في الجسم، سواء البصل الاخضر اللي انا مقطعه في قلبيها، سواء الكزبره الخضراء، سواء البهارات بتاعتنا. الكاري مفيد جدا، بينشط الدوره الدمويه وبينشط طبعا الكولون، وكل حاجه في المكونات ديت مهمه جدا ومفيده جدا. بالكولون عايزه تريحيه كده وتخليه هادي، ما تستخدميش في الاكل بتاعك توابل وبهارات وشطه. انا حبيت بجد عشان الطعميه بتاعتنا المصريه عملت الشوايه دول بالشكل ده كده، وتاخد الشكل ده كده اهو، عملتها زي الطعميه بتاعتنا. وهنا الباكوره بتتحمر في قلب الزيت اهو، شايفين؟ نبص عليها اهي. اساتذتي
المصورين فرسان التلفزيون المصري اهو. الباكوره الهندي بخفه دم مصريه عايمه في قلب الزيت بتتحمر. هنعمل لها الصلصه الهنديه اللي هي تمر هندي مخلوط بكزبره خضراء وفلفل حار وتوم وعصير ليمون. حلو الكلام؟ اه. بتفكرني بالكشنه اللي بتتقدم مع الكبسه من المطبخ السعودي. حلو الكلام؟ او سلطه الدجوس من المطبخ السعودي اللي هي عباره عن طماطم بتاخد نعناع وتوم وعصير ليمون. هنعملها مع بعض كده سريعا. اه. اللهم صل على النبي. انا بعمل الصلصه بتاعه الباكوره اهو، كزبره خضراء. حلو. فص اشيله منها خالص اهو. حاضر عيني. اه اشيل ده بس انا عايزه يبرد شويه يا استاذي مخرجي الجميل، واحط عليه العجينه وادخله الفرن يتحمر. اه دي الصلصه، كزبره خضراء. اه كنت فين من بدري بقى؟ قولي لي بقى، انا جاوبت على السؤال ده. طيب الاستاذه بتحب تسال ليه ما حطيتش العجينه على الطاجن بمجرد ما طلع من النار؟ حاضر حاضر يا غالي، انا بس عايز مصفه كده. عينيا. اه ده انت عايز تشوف الصوره الحلوه. طب قول معايا كده، الصوره الحلوه بخفه دم مصريه تتحدث عن نفسها. الباكوره اهي 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 اه اه باكوره انتاجنا اهي اهي اهي. سامعين الصوت ده كده؟ صوت القرمشه. السر هنا نحط بيكنج باودر على الدقيق قبل ما نخلط بقيه المقادير، ونسيب العجينه لمده 10 دقائق قبل ما نحمرها. اه 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 احسن من اللي بيعملوها الهنود. وعملت شويه هنا شبه الطعميه بتاعتنا بالظبط، هحمرها بعد ما اشيل دولت من قلب الزيت. تعالوا نعمل الصلصه. اه كزبره خضراء، ثوم، فلفل حار، عصير التمر الهندي. اه اه الله. كيس تمر هندي هتلاقيه في قلب الثلاجه في الادراج بتاعتك في المطبخ، موجود عندك من شهر رمضان اهو. هتجيبيه وتعملي اكله جديده لاولادك النهارده، مش هتكلفك ثلاثه تعريفه. حبيتين ثلاثه بطاطس هتبشريهم، تحط عليهم بصله مبشوره، معلقه بيكنج باودر من انت جايباه الكيكه، وتقلبيهم مع بعض مع معلقه كاري، بهاراتك ملح وفلفل، قرن فلفل حار لو حابه، وتبقى عملتي اكله بطعم جديد وبشكل جديد. كل ده مع بعضه هنضربه في قلب الكبه. دي الصلصه اللي تتقدم مع الباكوره. اه الحلو مش هياخد مني يعني وقت كبير، عشان كده انا عايز اعمله في الاخر. يا نعم. اوبا طلب جماهيري. اه عايزين مني اعمل. اه عيني. حاضر. طلب جماهيري هقوله بعدين، بس خلينا نشوف التمر الهندي ده اخباره ايه معانا. حاضر 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 ست الكل، عشان ما يقولوش ديت مش نضيفه. اه تمام خلص الكلام. اهي حلوه، بتبقى يعني سبايسي، ونغمس بيها الباكوره، نغرفها بقى كده في طبق حلو للتقديم جنب الايه الاكل بتاعنا. وعلى فكره ممكن تجربيها وتعملي، تحطيش معاها فلفل حار لو انت مش عايزه فلفل حار، حسب الرغبه يعني. اه جالي سؤال من الكنترول دلوقتي بيقول لي يا شيف مغازي ممكن ناكلها مع الكاتشب؟ ناكلها مع الكاتشب، ناكلها مع المايونيز، هي مش هتقول لا. الباكوره ناكلها، ناكلها زي ما هي كده مفيش اي مشكله، ولكن لما بنعمل اكله زي ما قلت لحضراتكم لازم نعملها بالتاتش الهندي وبالشكل الهندي، علشان اخواننا في الهند لما يشوفوا الحلقه يشوفوها تبقى لطيفه وجميله. انا حطيت شويه طعميه هندي بالشكل المصري بتاعنا بنفس الطريقه دي كده، عشان لما حد يجي لنا من الضيوف نعملها مقلب، يعني نخليهم ياكلوا الاول بعدين نسالهم ايه ده. اهو دي نقدمها كده. لا طعمها حلو، هتلاقيها مستويه من جوه كده، والكزبره الخضراء في قلبيها، والبصل الاخضر والفلفل الحار. هنقدمها هنا كده، نشيل ده من هنا بقى عشان افرد عيني. معقوله؟ يا ويلي. الوقت بيعدي بسرعه لما الواحد بيشتغل من قلبه، والكلام ده في اي مكان في الدنيا.
لما بنقعد كده ونقضيها قعاد تلاقي الوقت كبير ويقول لك الوقت ما عديش ليه والوقت مش بيجري ليه. وانا بختم مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي نجيب ازاي الشيف المغازي بيعمل البفاره كده وبيغرفها في قلب الطبق عشان البنوتات الحلوه اللي بتشوفنا تكون بتتابعنا. اهو شيل ده هنا كده. مطبخنا النهارده هندي والطعم هندي ولكن الكلام وخفه الدم مصريه. بفاره كساري اللي هي حلاوه جوز الهند مع السميد الناعم بالسمنه البلدي، طاجن اللحمه بالكاري واخد في ليفر وطعم مصري، عملنا طبعا الطعميه الهندي اللطيفه الجميله اللي واخده البطاطس المبشوره واخده الفليفر الهندي بالكاري. الكاري عشبه ولا توابل؟ الكاري توابل بتتجاب من عند العطار، الاساسي فيها الكركم هو رقم واحد. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من حول العالم. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.